اهلا بحضراتكم من جديد كابتن طارق. يمكن تاريخ طويل وما شاء الله تاريخ مشرف. الحمد لله رب العالمين. 28 سنة تدريب ويمكن 12 سنة لعب، فالحمد لله رب العالمين. يعني أنا تقرير جميل، وأنا سعيد بأستاذ محمد ناجي إنه جاب الحاجات دي، وما أعرفش جابها منين، كتر خيره. وفكرني بشخصين أعز، أهم شخصين في حياتي، أستاذي جمال شمس، جمال شمس. جمال شمس والله يرحمه أحمد كمال حافظ، الاثنين دول أهم شخصين كانوا في حياتي. كان ليهم بصمة جامدة مع عليك يا كابتن، يعني في مشوارك التدريبي ولا كلاعب. الله يرحمه ويحسن إليه. يعني ده اللي فيدل على أصل حضرتك وعلى معدنك الطيب، ان حضرتك لسه متذكر من يرحل وليهم يعني فضل على حضرتك. كابتن جمال صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى طارق محروس، المدرب اللي الحمد لله انا شايف ان انا عملت حاجات كويسه في حياتي، اذا كان جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، في منتخب او في الانديه، كان فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان دايما ينصحني، دايما كان يعلمني، دايما كان يوجهني، والحمد لله بفضل ربنا قدرت اوصل للمكان اللي هي فيه دي. احمد حافظ ده كان بعتبره الاخ اللي امي ما ولدتوش في كل حاجه في حياتي، من وانا طالب وانا ضابط وانا مدرب وانا لعيب. الله يرحمهم الاثنين. الحمد لله كابتن، ان شاء الله وانت تكمل المسيره بتاعتهم وتخرج اجيال تحمل الرايه ان شاء الله. بإذن الله.